أطلقت خلية الأزمة الحكومية في العراق تحذيرها لسبع محافظات عراقية لتوخي الحذر الشديد من ارتفاع منسوب مياه الأنهار الذي سينتج من فتح بوابات سد الموصل بعد امتلاء طاقته التخزينية وهطول سيول جديدة في تركيا تصل آثارها إلى العراق. في غضون ذلك تستعد إدارة سد الموصل في محافظة نينوى العراقية لفتح بوابات السد نتيجة ارتفاع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات.